بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي، هي بشرى، والله بشرى حقيقية وجميلة ورائعة. هناك ذكر جميعنا يقوله بعد الصلاة، الصغير والكبير، العالم والجاهل، محفوظ ومعروف، ولا يوجد تقريبا أغلب المسلمين يقولونها بعد الصلاة، والقليل من يعرف فضله والثواب والكرم الإلهي المترتب على هذا الذكر. كلنا نقول بعد الصلاة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وفي الختام نختم بالمئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ما هي الكرامة والمكافأة الإلهية لهذا الذكر؟ اسمعوا وافرحوا وبشروا. قال صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم، حديث صحيح. الله أكبر. هذه النية المفروض نستحضرها ونفرح بها عندما ننتهي بعد كل صلاة ونبدأ بهذا الذكر، نفرح بهذا الفضل الجميل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأبشروا وبشروا وانشروا هذا الفضل حتى الناس تسعد وتتأمل بالله الخير، لنفرح بربنا ونزداد حبا له. لنفرح بربنا ونزداد حبا له. لنفرح بربنا ونزداد حبا له. لنفرح بربنا ونزداد حبا له.